كلنا المكونات ونبتدي على طول. هنتكلم في المكونات. اول حاجه انا عندي هنا فرخه كامله مخليه متقطعه 4 ارباع، ودي الميزه فيها ان هي بتبقى بالجلد بتاعها. هنتكلم بقى بعد كده عن الفراخ ازاي بنحطها في التلاجة تتشمع عشان تدينا الكراست قبل ما نشتغل في الموضوع يعني او نشتغل في الوجبه ذات نفسها. نتكلم بقى على بقيه الانجريدينتس الموجوده. عندي زيت زيتون وده من الاساس، مش بنحط زبده. عندي بصل، عندي ثوم، بالنسبه للخضروات عندي جزر مبشور، عندي فلفل الوان، فلفل احمر مينلي يعني، مشروم بيبقى فريش بيدي طعم خيالي. عندي صلصه طماطم، يا ريت تبقى صلصه اوريدي انا اللي عاملاها متسبكه بالطماطم، ودي طماطم فريش متسبكه اللي هي متشال القشر بتاعها، اللي هي أيوة طماطم الكونكاسي بتدي طعم خطير. وعندي الايربس بتاعتي الاعشاب او الحاجات بتاعتي اللي انا بستخدمها، اللي هي الروزماري، الزعتر، دول فريش، والحاجات المجففه تبقى روزماري وزعتر وريحان. اوكي. وطبعا البطل في القصه دي كلها الزيتون، الكلاماتا المخلي، وعندي بقى الملح والفلفل، السبايسز بتاعتي ملح وفلفل والبهارات الايطالي. أوكي. وشويه شوربه، وممكن نحط كمان، انا شايفه شطه، ممكن نحط تشيلي فليكس لو عايزين نحط. ده عشان خاطرك، التشيلي فليكس دي هنعملها عشان خاطرك. فدي انت في العادي لو مش هتحطي تشيلي فليكس هتحطي ايه؟ هنحط هالوبينو، بتبقى بتدي طعم اعلى كمان. أوكي. بس النهارده التشيلي فليكس ده ريكويست ليك انت مخصوص. أيوه. فدي أيوه. فيها تويست ليكي. يلا بينا، يلا بينا نبتدي. اول حاجه عندي الفراخ بتاعتي على نار، الواك بتاعتي بتبقى حاميه زي ما احنا شايفين، وبنحط زيت زيتون حبه كافيه كده. الوصفه دي زيت زيتون لان هي مش محتاجه زبده، هو طعم زيت الزيتون مع الزيتون هو اللي بيدي هو الطعم. اللي بيدي الطعم. طيب الفراخ بتاعتي لما باجي بحطها من الناحيه اللي فيها الجلد، اللي هو زي ما احنا شايفين علشان كده، علشان الجلد يمسك فيها اول ما تتحط. اول حاجه يمسك فيها. ثاني حاجه الفراخ بتاعتي عشان قبل ما اعمل الحركه دي ببقى سايباها مش مكشوفه في الثلاجه علشان تتشمع، علشان الجلد بتاعها يقوى ويزيد زي ما بيشمعوا اللحمه كمان قبل ما يسووها. هي دي نفس القصه، هي فرخه بس بتطلع شويه. عايزاني احطها لك بالسكر؟ انا ممكن اساعدك. أيوة. اجيب لك دي بالسكر؟ ماشي يا ريت. احطها لك بالسكر. ممكن بقى واحنا كده بنطبخ تقولي لي ايه اللي خلاكي تسيبي الهندسه وتتجهي للطبخ؟ والله بصي مبدئيا هو الهندسه في دمي. هنحط شويه ملح وفلفل بس في الاول كده. يعني ما بسيبهاش، انا لغايه دلوقتي مش سايباها، ولكن انا دي ان انا ابقى شاف او عامه الاكل ده انا بحبه من زمان قوي، وبابايا الله يرحمه هو اللي خلاني. هو كان بيحب المطبخ قوي وكان بيشتغل كتير فيه وكان بياخدني انا على طول. في الاول ما كنتش متقبله، بعد كده المود اللي كان بيخلقه في المطبخ خلاني احب المطبخ وابقى كرييتيف جدا واطلع حاجات اوت اوف ذا بوكس. يعني انت متعلمه الطبخ من باباكي مش لما اتجوزت؟ لا ده من بابايا اصلا. من باباكي. وبعد كده بقى بعد ما اتجوزت ابدعت بقى، يعني جوزي شاف حاجات كتير قوي الصراحه. اكيد طلعت بقى بالريسيبيز بتاعتك كمان. بس في الاول الصراحه عادي جدا ان احنا نغلط، لانه التجربه الكتير بتطلع فكر جديد انت بتعمليه بتبقي خلاص فاهمه ايه يتحط مع ايه يطلع احلى تيست في الاكله دي مثلا. ايوه هو الطبخ انا بحس ان هو ممارسه. ممارسه والله بجد، زي الطب مثلا ما يقول لك الدكتور بيفضل طول عمره يذاكر. انت لو قعدتي كتير ما تطبخيش بحس ان السنس نفسه بتاع الطبخه بيروح. دي حقيقه والله. وفعلا بعد شويه بتقدري انت تعرفي الوايت صوص لايق على ايه، هحط ايه مع ايه، هيدي طعم ايه. ففعلا المطبخ تمرس وباشن طبعا. دي حقيقه طبعا. طب وانا هسالك سؤال، تفتكري وانت يعني تطبخي طبخه هل بتتكلمي مع الاكل؟ بتحسي إيه؟ نفسك ان انت في لانجوج ما بينكم كومن؟ طب هقول لك حاجه كمان غير ان انا اوقات ممكن تلاقيني اللي يدخل عليا المطبخ يقول دي اكيد مجنونه. محتاجين نعلي شويه بس. هقول لك اهو هعلي ليه بقى، لان انا اوقات مش بس بكلم الاكل، تلاقيني مثلا بكلم نفسي اللي هو ايه، انت مش هتستوي، هو انت عملتي كده ليه، ايه ده، انت نزلتي ميتك، تلاقيني بتكلم مع الاكل. اوكي. غير كده بقى سالت لقيت ان انا دايما لما بدخل المطبخ بحب اقطع الحاجات او امسكها بايدي. انا كده جدا عندي ساتسفاكشن في الحته دي. فلما سالت لقيت ان ده بجد مديتيشن. اسمه مايندفول كوكينج، ان انت لما بتستخدمي يور فايف سنسز وانت بتطبخي. اوكي. ده بيحسن المود. ايه ده، انا ما اعرفش الصراحه المعلومه دي، حلوه بالنسبه لي. بس هي فعلا كانت بتريحني نفسيا. شفتي ايفن لو ريحه ايدي بصل ثوم مش بيفرق معايا. ما لبسش جلافز. قلت ان باباكي يعني لما كان بياخدك المود اللي كان بيعمله ده طلع مديتيشن، وكان معانا الاسبوع اللي فات لايف كوتش في بوزيتيف سايكولوجي طلع مديتيشن. طب يا جماعه عشان تعرفوا ان الكوكينج طلع مديتيشن والبروسس مش سهله يعني. هقلبها لك. هنقلب، هي المفروض تتقلب لما يبتدي يعني تحمر تحمر جامد. تحمر.
هم. خلاص خليها خليها على ما احنا نكمل وقتها. من الحاجات المهمه قوي برضو ان الفراخ لما بتتحط على زيت الزيتون تقعد شويه، ما نقلبهاش خالص، لان التقليب بتاعها او ان انا احركها ما بيدينيش الكراست المطلوب اللي انت عايزاه. فاسيبها لمده اتليست مثلا بنتكلم في دقيقه ونص على الناحيه دي، اول ما تبتدي تحمر اقلبها على طول الناحيه الثانيه، فهتاخد وقتها براحتها يعني. طب يعني انت بقالك كام سنه عامله البيج بتاعتك، او بقيتي واخده الموضوع بروفيشنال اكتر، وبقيتي انا شفتك في كذا برنامج وشفتك في حاجات كتير، وفي النص بطلتي شويه وبعدين رجعتي وقلتي عوده الوحش؟ ايوه عوده الوحش. استنوني. ايوه انا عاجبني انها متابعه يا جماعه. أيوة. جدا، فيعني ثانك يو بجد ان انت متابعه جيده جدا. انا متابعاكي وبتفرج عليكي. والله ده شرف ليا جدا بجد. بصي، اصل احساس ان انت ينفع تبقي ام وبتشتغلي حاجه زيك مثلا، او طالعه مهندسه وبعدين تعملي حاجه انت عندك فاشن فيها وتبقي شكلك شيك وديكور وبنات ناس وكده، دي حاجه حلوه يعني. بقول لك انت حمستيني والله، دي حاجه اصلا حلوه قوي ان انا اثر فيكي، دي عجباني قوي الصراحه يعني. طيب هنقلبها على الناحيه دي. اوكي، هي تقريبا ايه يعني، المفروض ايه تبقى محمره اكتر من كده، بس خلي بالك نار البيت اجمد من دي برده بصراحه يعني. اهو هنقلبها على وشها. طب ايه الاكله اللي انت حاولتي تعمليها كتير وما عرفتيش؟ اي حاجه حلوه. الكيك ماليش فيه خالص. ولا ان انا احب اشتريه بس ما احبش اعمله، او مامي تعمله مثلا وانا اخده. حتى لو حاجه فيري سيمبل يعني، لو سبونج كيك، انجلش كيك، حاجه سيمبل مش تورته يعني، اي حاجه فيها كيك بجد انا ما خلاص قفلت منها، مش عايزه اعملها. مش عايزه اعملها. او يمكن عشان برضو مش بحب الحلويات موت قد الاكل العادي. قد الاكل العادي وريحه الاكل والطبيخ. بس انت عارفه ان انا زيك في حاجه ثانيه، ان انا مش الكيك بالذات بس البيكنج عموما ماليش فيه بقى. لا ما تقوليش اعملي مثلا بيتزا، اعملي عجين، ماليش فيها. لا احنا مره لازم نتكلم عن العجين، لان العجين دي من يعني اكتر الحاجات اللي انا عندي باشن فيها بجد رهيب، لدرجه ان انا بستصعبها بقى. حلم من احلامي ان انا يبقى عندي بيكري، او عامه يبقى عندي فرن القديم ده، نفسي جدا. طب ما تعملي كده. ما هو انا بحاول فعلا اتطور في الموضوع جدا، لحد ما اوصل لحاجه انا بقى راضيه عنها واقدمها فعلا. ده لازم ما دام انت شاطره في الحته دي. اصل عايزه اقول لك انها صعبه، ضبط العجين مش سهل. دي حقيقه فعلا، دي حقيقه. عايزه تحطي بقى بقيه الحاجه على الفراخ ولا بعد ما بنوصل للمرحله دي هنطلع الفراخ بره؟ اوكي. هي اصلا ريحتها بتبقى ظريفه قوي حتى لما بتتحمر من غير اي حاجه. انت عارفه ان في ناس بتحمر الفراخ، انا منهم يعني، قبل ما تتسلق. قبل ما تتسلق انا بعمل كده كتير. بتدي طعم حلو قوي، بتبقى طعمها احلى بكتير. والبط، والبط كنت لسه اقول لك، انا لسه كنت هقول لك لازم يتعمل فيه الحركه دي قبل ما تسلقيه، بيطلع خطير. بعد ما طلعنا الفراخ اوكي، هنحط كمان شويه زيت زيتون. دي الثاني. ثانية عايزه اجيب لك حاجه تقلبي بيها. في هنا معلقه كمان لو عايز. وهنبتدي ننزل بالبصل بتاعي. بصل ابيض. بصل ابيض في الاكله دي تقريبا بصله كبيره متقطعه صغير. اوكي. البصل بتقلبيه ياخد لون خفيف ولا بيغمق؟ لا بياخد يا دوبك لون خفيف، لان انا مش محتاجه هنا السكر بتاعه قوي. اوكي. فانا بحتاج بس ان هو يوصل للحته ان هو يبقى شويه كده دبل سنه، دبل شويه. ابتدي انزل بالثوم بتاعي، بنزل هنا حوالي 5 فصوص ثوم. انزل لك دي بالمعلقه؟ يا ريت. انا الثوم ده بقى بموت فيه. وانا وعلى فكره لما حد بيقول لي انا بحب اكل بس ماليش في الثوم، انا ما بقدرش اكل حاجات بثوم، بقول له انت فايتك كتير قوي. لا هو الثوم ده اساس يعني، الوايت صوص بالنسبه لي اساسه الثوم. ايوه تعملي عربيات ثوم. على فكره يا ريم انت جباره، انا مش هتكلم كتير والله العظيم. هننزل بالمشروم. مشتركين في حاجات كتير. هننزل بالمشروم بتاعتي على طول قبل ما الثوم يبقى يعني يتحرق او كده. في الوصفه دي المشروم بتاعتي يحبس تكون فريش وفي نفس الوقت تكون كتير، لانه كده كده الحجم ده كله بيقل. ما هي المشرومز اول ما بتتشوح بتقل جدا. بصي بصراحه انا المشرومز البلاستيك اللي في المعلبات دي، فعلا دي بلاستيك، مش قادره اصدق الناس بتستخدمها ازاي. بشعه طعمها، مش حلو طعمها، مش مشروم، حاجه فيري ارتفيشال. هي طعمها فعلا مش مشروم، مش مشروم. انا لما باجي اكل بيتزا من محل والاقيه حاطط المشرومز دي بقول عليه ما بيفهمش. على فكره صح، تحسيها مش متمخدومه. ايوه طبعا البيتزا مش مخدومه صح. احط عليها حاجه عامله زي البلاستيك؟ لا
هي طبعا الفراخ احلى بكتير. حطيتي الفلفل، هنحط الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر توقيته مع الماشرومز عامه بيبقوا الاثنين بياخدوا نفس الوقت بتاع السوى عامه يعني. والفلفل الاحمر برضو من الحاجات الظريفه ان هو بيمتص كل الجوسز اللي في الاكله، فتحسي ان هو دايما ايه يعني وجوده مهم. اول ما يبتدوا يطلعوا ريحه شويه حطي ايه بقى، هننزل بالجزر. الجزر في الاكله دي برضو حلو قوي، بيسكرها كده. هو الجزر عموما فعلا بيدي طعم مسكر للحاجات. اه كله بقى هيتقلب مع بعضه كده. طب ايه اكتر اكله مشهوره بيها وبتطلب منك؟ اكتر اكله طاجن السي فود بتاعي. وايت صوص ولا ريد صوص؟ وايت صوص. بعمله بالسموك سالمون، يعني مش بس بعمله ان هو طاجن سي فود عادي، بدخله حاجات فريش بس بتحطي فيه سموك سالمون، بيديله تدخينه كده مع الشبت وتحميره الوش كده. شبت، شوفي انت ست بتفهم. مش كده برضو والله، شبت مع وايت صوص وتوم سي فود. ايوه سي فود. هو ده. اول ما الخضار بتاعي يبتدي شويه برضو يدخل في ان هو بيدبل سنه، اوكي ممكن في اللحظه دي احط بقى الاعشاب بتاعتي. لا. احط الروز ميري، برضو الناس يعني مش مدياله حقه، ولكن الروز ميري ده بيدي الفريش، بيدي طعم عالمي للاكله وبيدي ريحه حلوه كمان قوي للاكل. عارفه انا بحبه قوي في الستيك اللي بالزبده والروز ميري والثوم ده بقى. لا ده احنا كده حاجه بقى، ده شغل فاخر. ده بقى دخلنا في شغل فاخر. اخد الزعتر زي ما هو عادي، انا ما عنديش مشكله. وهاخد واحده ايه كامله برضو، دي هبقى اشيلها بعدين. ريحته تجنن، الريحه بتاعت تطلع يا جماعه مش طبيعيه، خطيره. هي الميزه في الاكله دي ان فيها خضره كتير، فيها فراخ، فيها تداخل من الاطعمه الكتير، فيها فليفرز كتير. وفي نفس الوقت هي مش معتاده، بتاخد 25 دقيقه سوى او 20 دقيقه على حسب الفرخه وحجمها. اوكي فالموضوع سهل وسلس يعني. هنحط دلوقتي شويه ملح صغيرين، مش كتير عشان اوريدي انا عندي شوربه. وهبتدي بقى بعد شويه كده انزل بقى ايه الشوربه بتاعتي والصلصه والحاجات دي. يلا هنزل بقى الصلصه. احنا ممكن نسيبها على النار على ما نعمل معاكي اكله. يلا بينا نسيبها لحد ما تستوي خالص. هننزل هنا ونغرفهم سوا. نزلنا بالطماطم المضروبه. المضروبه هنزل بشويه شوربه. كله بقى كده ايه هيطفي مع بعضه وهياكل وياخد من طعم بعضه. اهو ريحتها تجنن. وبعدين هنزل بالفراخ بتاعتي. طاجن السي فود بقى انا لازم اجي ادوقه بما ان انت مشهوره بيه. من فضلك لازم. بعدين في سر كده مش بقوله بقى لكل الناس عشان خاطر يبقى عندي سر بقى. طبعا لازم حاجه كده في الوصفه اللي هو ايه تشيليها لنفسك، التاتش بتاعك اللي محدش يعرف يقلده. ايوه اصل انت عايزه تاكلي طاجن سي فود، هتتصلي بجاس يلا يا جاس انا حضري لي طاجن السي فود، لكن انت لو عملتيه لا خلاص. ايوه صح. لازم برضو تسيبي لنفسك كده حته أنا مختلفه. انا دايما مامتي تقول لي كده، تقول لي دايما تسيبي لنفسك حته مختلفه. حته مختلفه. انا مقتنعه بقى بالقصه دي الصراحه. صح. في اللحظه دي بقى احط الزيتون. طيب بتاعي. هنحط الزيتون دي اخر حاجه هنحطها صح؟ اه طيب هنحط الزيتون بقى ونسيبها على النار.